تعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تيك توك؟ لا يوجد شبكة. قوموا بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، وبعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيك توك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم.